السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اموبيلي بني ملال، القناة ديال مولانا مستفي وليم، تخص بيع وشراء جميع انواع العقارات. كنبغي نشكر جميع المتتبعين على القناة، شكرا لكم بزاف جميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن والجالية المغربية، شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم. جميع اشقائنا العرب في جميع الدول العربية، ديما ان شاء الله الجديد على القناة. بغيت نوريكم هاد الشقق اللي تقريبا المساحة شي 110، الثمن ما بين 63 مليون 62 مليون. تكسر الانسان يجي يشوف وما يكون غير الخير ان شاء الله. كنتمنى اللي شاف القناه يشارك فضلا وليس امر، ان شاء الله بزاف ديال الحوايج زوينين غادي يكونوا في القناه. انتظروا ديما ان شاء الله الجديد، بزاف ديال الحوايج زوينين ان شاء الله غادي يكونوا في القناه. وكنتمنى من الناس يشاركوا، واللي شاف القناه يشارك فضلا وليس امر. القناه ان شاء الله اللي غيكونوا فيها بزاف ديال الحوايج، حنا ان شاء الله غادي يكونوا افكار زوينين في هذه القناه اللي غادي يستافدوا منها الناس. وكنتمنى من الناس يشاركوا، باش قد ما كثر الاشتراك قد ما تيستافد كل شيء. بالنسبه للناس اللي بغاو يبيعوا العقار ولا الناس اللي غيبغيو يشريوا العقار، كل شيء غادي يستافد ان شاء الله. كنتمنى الخير للجميع، وان شاء الله منين غادي تكبر هذه القناه في الاشتراك يولي فيها واحد العدد كبير ان شاء الله ديال الاشتراك، بحال القنوات اللي فيهم واحد العدد كبير ديال الاشتراك. غادي نولي نعاون ان شاء الله الناس المحتاجين، هذا هو الهدف ان شاء الله من الارباح ديال القناه. ماشي تنقول باش شي حد صفات ولا لا، من الارباح ان شاء الله ديال القناه غادي يكون غنولي نعاون الناس اللي محتاجين ان شاء الله. كان وعدكم، ولكن خاص القناه تولي من واحد العدد كبير ديال الاشتراك باش يكون عندها واحد الارباح كبيره ان شاء الله. غادي تشوفوا ديك الساعه ان شاء الله كل شيء، تشوفوا الفيديوهات ان شاء الله باذن الله. كنتمنى اللي شاف القناه يشارك، الانسان ما غادي يخسر والو الا شارك فضلا وليس امر، ولا بارطاجا راه ما غادي يخسر حتى حاجه، بالعكس غادي يساعد باش هاد القناه غادي تكون ان شاء الله من القنوات الكبرى واللي غادي تكون ان شاء الله في المستوى. كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنبغي نشكركم بزاف. كنبغي نشكر جميع الناس اللي كيخليو ليا تعليقات، وجميع الناس اللي كيرسلوا ليا العائله والاصدقاء ديالهم، الناس اللي شريت ليهم العقار. كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم، وجميع الناس اللي كيتصلوا بيا وكيبغيو يتاكدوا واش منير مسفيوي. شكرا لكم بزاف، وانتظروا ان شاء الله ديما الجديد. نتوما عاونوا غير بالبارطاج وبالاشتراك، هذا هو اللي باش غادي تعاونوا ان شاء الله هذه القناه، اللي ان شاء الله غادي تكون القناه غادي نتمنى تكون ان شاء الله من القنوات الكبار. والبارطاج والاشتراك راه فضلا وليس امر، راه قد ما كثروا الاشتراك قد ما تكثروا حتى العروض، وكلشي كيستافد، لا بالنسبه للانسان اللي باغي يشري ولا بالنسبه للانسان اللي باغي يبيع. كنتمنى باش القناه ان شاء الله تولي من القنوات الكبرى باش نعاون الناس ان شاء الله، ودلوا على الخير كفاعلي. كنبغي نشكر جميع الناس اللي كيشجعوني، شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم، وانتظروا ان شاء الله بزاف ديال العقارات. وكاينين دوبليكسات جداد بالكراج، كاينين دوبليكسات اللي ما فيهمش الكراج، كاينه 68 مليون، كاينه 64 مليون، كاينه 80 مليون على حساب الدوبليكس والمساحه. وكاينه بالنسبه للناس اللي كيبغيو العقارات مثلا اير بلس 3، كاينه اير بلس 3 اللي المدخول ديالها كيوصل ل 2 مليون في الشهر، والثمن ديالها 500 مليون وسط المدينه. ولكن اللي مهتم ومعول على الشراء يتصل بيا على الرقم اللي ظهر على الشاشه. وكنبغي نشكر جميع الناس اللي كيشجعوني، شكرا لكم بزاف، وانتظروا ان شاء الله بزاف ديال الحوايج زوينين غيكونوا على القناه. انا كنوعدكم ان شاء الله، وكنتمنى اللي شاف يدير ابوني والاشتراك في القناه باش تكون ان شاء الله من القنوات الكبرى ان شاء الله، غادي يستافدوا منها الناس، ونتمنوا الخير ان شاء الله للجميع.
خليكم تشوفوا هاد لابارتومون، انتظروا ان شاء الله ديما الجديد، وكنتمنى ديما نلقاكم بخير وعلى خير. وشكرا لجميع المتتبعين على القناه ايموبيلي بني ملال، قناه ديال مولاي المسفيوي. وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى لكم ديما ان شاء الله الصحه والسلامه وكل ما كتمنوا ان شاء الله، وانتظروا ان شاء الله ديما الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة ايموبيلي بني ملال، قناة ديال مولاي المسفيوين، متخصصة في بيع وشراء جميع أنواع العقارات. كنبغي نشكر جميع المتتبعين داخل الوطن وخارج الوطن، الجالية المغربية وجميع المغاربة وجميع أشقائنا العرب. كنعاودكم إن شاء الله ديما الجديد، نوريكم واحد الشقق، شي حاجة اللي عصرية، آخر ما كاين في الإصلاح. هنايا كاين الصالون، اللي باغي اي حاجه يجي عندي لاجونس ايموبيلي مسفيوي. كاينه ورا العدولات، ورا السيتيام الجديد، ورا الكافي اللي كانت ديال الاميرال اون فاس ريستور.